هتعمل ايه لو قابلت سمكة قرش او هجمتك سمكة قرش في البحر؟ سؤال ناس كتير جاوبت عليه، وناس اكتر شايفة انه مجرد كلام لانه بيتخيل لو قابل سمكة قرش مش هيقدر حتى يفتكر التعليمات او حتى هيتصرف غلط من خوفه. لكن في الاول لازم تعرف ان هجوم سمك القرش على الانسان في العالم بيعتبر نادر، وعشان هو حدث نادر كل ما بيحصل بيتصدر عناوين الصحف، فبيجيلك ايحاء انه بيحصل كتير. لكن خليني أقولك إن السنة اللي فاتت العالم كله سجل 89 هجوم لأسماك قرش على بني آدمين، ومش كلهم أدوا للوفاة. الولايات المتحدة بس لوحدها حصل فيها 41 هجوم. خليني كمان أقولك إن الخبراء في أسماك القرش بيقولوا إن البشر مش من الوجبات المفضلة لأسماك القرش، وأساساً سمك القرش بيفضل تجنب أي تجمع بشري. أما عن معظم الهجمات فبتكون بسبب ضعف رؤية أسماك القرش عشان نظرها ضعيف، وفي الحالة دي بيكون بيهاجم هدف مجهول وشايف إنه بيمثل تهديد أو خطر عليه. لكن علشان تكون في الأمان لازم الأول تسأل عن المكان اللي هتنزل فيه، هل بيجي فيه قروش ولا لأ، وكمان تتجنب أماكن الصيد لأنها عامل جذب ليهم. ولو لقيت شخص بيصطاد على الشاطئ عم بعيد عنه بمسافة 50 ياردة على الأقل. كمان لو شفت نشاط غير معتاد لأسماك التانية زي مجموعة أسماك صغيرة بتتنطط على سطح المية، دي ممكن تبقى علامة على وجود سمكة قرش في المكان ده. وبالمناسبة في أسطورة بتقول إن الدم بيجذب أسماك القرش وبتشمه من على بعض، وده بعد البحث ما طلعش حقيقي. لكن الحقيقي إن اللي بيجذب أسماك القرش هو المجوهرات أو أي حاجة بتعمل وميض تحت المية، وبيعتبرها علامة على وجود وجبة سمك، أو لو طلع إنسان ما يضرش برضه. طيب انت دلوقتي لقيت قرش قدامك تعمل ايه؟ للاسف مضطر اقولك انك لازم تهدى تماما وبلاش ذعر، لان احنا كبشر لما بنستكشف شيء غريب بنلمسه او بنشمه. القرش بقى لما بيجي يستكشف شيء بيعمل ده عن طريق الفم، عشان كده في ناس كتير اتعرضت لعضات استكشافيه وبعدين القرش سابها ومشي. لكن لما تحاول تهرب بشكل هستيري انت كده بتعمل له استدعاء لانه هو يهجم عليك، او على اقل تقدير يعضك عضه استكشافيه ممكن تبقى بسيطه او ممكن تبقى مميته انت وحظك. لما القرش يحوم حواليك اوعى تديله ظهرك، مكان ما يدور دور معاه لان دي طريقته في الصيد. خليك محافظ على التواصل البصري، يعني عينك تكون في عينه طول الوقت، كده هيحس انك مش عارف يعمل لك كمين اللي بيحب يصطاد بيه. طيب خليني اوريك عملي. دول اتنين غواصات تخصصهم اسماك قرش وفي نفس الوقت عالمات احياء بحرية، ليهم فيديوهات على تيك توك وهما بيتعاملوا مع القروش، وبتوضح الفيديوهات ازاي طريقة انك تبص في عين القرش باستمرار بتجيب نتيجة، خاصة مع قروش النمر. ده كمان هما اللي بيروحوا له وبيلمسوه وبيزقوا مقدمة راسه لتحت عشان يروح لحاله ويسيبهم. هتلاقي كمان القرش نفسه هو اللي بيبعد ومش عايز مشاكل. واحدة منهم بتقول انك مستحيل هتقدر تتفوق على القروش سواء لو كانت بتهاجمك او بتطردك، ده الحل الوحيد قدامك. كمان حاول تحافظ على جسمك زي الالف في المية، لان القرش ما بيقدرش يعوم بالجنب وهو بيعوم في اتجاه واحد. لو القرش جاي ناحيتك بسرعة سواء على السطح أو حتى تحت المية، هنا الحل إنك تضربه برجلك أو بإيدك على الأنف لأنها منطقة حساسة، وزي ما أنت شايف هتلاقيه بيبعد. بعد كده ارجع بظهرك واخرج من المية بهدوء سواء كنت قريب من الشاطئ أو في وسط البحر جنب مركب أو يخت. وأخيراً نتمنى ما تقابلش قروش في حياتك بره الفيديو ده.